كثيرا ما يركز المشايخ في أهم في دعواهم إلى الله على جانب العقيدة، ومعلوم أن ذلك له أهميته الكبرى ومكانته العظيمة، إذ أن تأسيس العقيدة هو الركيزة الكبرى في الإسلام. ولكن نرجو توجيه العناية بالأخلاق الاجتماعية ومحاربة الرذائل في بناء العقيدة، فلماذا نرى غالبا العلماء يهملون هذا كثيرا؟ هذا معروف عند العلماء، يعملون بهذا وهذا. العقيده مثل ما اعترفت ايها السائل هي الركيزه وهي الاساس، ولهذا اغلب اهل العلم في بلدان العالم لا يهتمون بالعقيده، ضد ما قلت، يتكلمون في الاخلاق، في اشياء اخرى، في الصلاه، في الزكاه، في الاوقاف، في الطلاق، في اشياء اخرى، والعقيده هم بلد. حتى عبدت بينهم قبور من دون الله، وحتى وقع الشرك بالله بينهم وهم لا يشعرون، وربما وقع نفس العالم في الشرك بالله، لانه عاش على الشرك مع ابيه ومع عمه ومع شيخه، فعاشوا على الشرك باسباب عدم خوضهم في العقيده وعدم عنايتهم بالعقيده. تجده يدرس ويعبد غير الله، تجده في المسجد يدرس ثم يدعو البدوي ويدعو الحسين ويدعو عبد القادر، لانه عاش على هذا هو ابوه وجده واصحابه. هذه من نتائج إغفال العقيدة وهذا العناية بالعقيدة. وتجده جهدلا بصيرا في أحكام الطلاق، في أحكام الأوقاف، في أحكام الإجارة، في الزكاة، في وصايا، في أشياء أخرى، لأنه درسها واعتنى بها. أما العقيدة فلا يعتني بها ولا يعرف كنعها، وإن كان جيدا فهو يعتني بعقيدة المتكلمين وما يخوض فيه المتكلمون من جهة الكلام والعقائد التي ساقها أهل الكلام الأشعرية والجهمية والمعتزلة، وغفل عن عقيدة السلفية التي درج عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرج عليها السلف الصالح من إثبات الأسماء والصفات ومن الإيمان بالله وتوحيد العبادة ونفي الشرك بالله عز وجل والعناية بهذا الأمر. فالحاصل أنه يجب وجوبا عظيما، وجوبا مؤكدا، أن يعتنى بالعقيدة، ويعتنى العلماء بإيضاحها للناس العامة والخاصة، وأن تلو الدروس غالبا تعتني بها مع العناية بالأخلاق والأحكام الأخرى. لا يهمل هذا ولا هذا، ولكن تكون العناية الكبرى بالعقيدة. وكان الشيخ محمد رحمه الله في رسائله يقول بعض خصومه يكتبوا إليهم ويخاصمون في العقيدة، يقول: إني أريد منكم أن تدرسوا العقيدة كما تدرسوا كتاب الأوقات، يعني كما أنكم تعتنوا بالأوقات أوقاف الناس، فأرجو منكم أن تدرسوا العقيدة بابكم مرتد مثل عنايتكم بباب كتاب الأوقات. فلو أنهم درسوا باب حكم مرتد في كتب الفقه التي ألفها العلماء في كل مذهب، لو درسوا باب حكم مرتد واعتنوا به لظهر لهم ما هم فيه من الباطل والشرك، ولكنهم يغفلون عن ذاك الباب، لأن السؤال ما يجيهم سؤال فيه ولا عناية به، وتجدهم مشغولين بالأوقاف وأولياء الأوقاف، كيف ينفذ الوقت، كيف تصرف غلة الوقت، كيف يفعل بالإجارة، كيف يؤجر، كيف يفعل مال اليتيم، فاشتغلوا بهذه وضيعوا العقيدة لعدم عنايتهم بها ولعدم سؤال العامة عنها، فلهذا جمدت وغفل عنها، وصار الناس في غاية من الشرك بالله وعباد القبور والأولياء بسبب هذه الغفلة. تجد البدوي وغير البدوي وفلان وفلان في مصر والشام والعراق وكل مكان، تجده معبودا مع الله، والعلماء المعممون يدعون إلى ذلك ويفعلون ذلك مع العامة، قدسوا هذا الأمر وضيعوه لعدم عنايتهم، حتى وقعت العامة بشكل أسبابهم، وصاروا يعقبون على القبور ويدعونها مع الله وبها يستغيثون ويسألونها قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر الأعداء. هكذا وقع بين الناس، ومن استنكر هذا وسافر إلى بلاد الخارج فليمر على قبر البدوي والحسين وفلان وفلان، يجد الناس حوله عاكفين، هذا يقول: يا سيدي فلان مدد، اسم مريضي، أصني على عدوي، افعل بي افعل بي، حتى آلمهم أو حتى يسألهم الأولاد، يسألونهم أن تحمل نساءهم أولادا وأن يعطوا كذا ويعطوا كذا. نسأل الله العافية، نسأل الله في الأسئلة. وآخر من أحد الأخوة يسأل سماحة الشيخ: زيارة المنطقة الشرقية وعمل حلقة أو محاضرة في الجامع الموجود في الدمام أو في صالة الجامعة لتواجد الشباب ومعرفة ذلك بالنسبة للجميع هناك، جزاكم الله خير الجزاء. نسأل الله سهل ذلك، أرجعنا إلى هذا غير مرة، ولكن المشاغل تحول بيننا وبين السفر، نسأل الله سهل ذلك. نعم.